لا إله إلا الله، 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 صبر أخوي صبر. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله ربنا ارحمنا وغمرنا إن شاء الله جموع خفيرة جدا الحساب تو ما قفنا يا جماعه ما حد ما دري يصلي فيه الناس صلى على رسول الله أصطفى الصلاة على رسول الله يا عم مشاهد
الناس اللي بتزعل ضد الشيعه ابونا شيخ نوريه محمد الصديق المغري المعروف ورفقائي استشهدوا اليوم في حادث سير اليم. ان شاء الله ربنا نزعله انه يعني يتغبرهم غبور الحسب. الدفن حيكون بعد شويه ان شاء الله بعد الصلاه مباشره في مقابر حمد النيل. ربع نزل الله لهم الشهادة. الناس اخواننا تترحم عليهم، محتاجين في الوقت ده لدعواتكم. الناس تترحم عليهم. صلي على ابونا الشيخ الزين محمد احمد. الشيخ الزين محمد احمد حي ام المصلين لصلاه الجنازه ورفقته عدد من العلماء وحفاظ القران الكريم. جموع غفيره بميدان الخليفه بن درمه. اللهم ارحمهم واغفر لهم بقدر هذه الجموع. اللهم امين. اللهم ارحمهم واغفر لهم يا رب العالمين. وان الدفن هيكون في مقابر حمد النيل ان شاء الله.
الدفن هيكون في مقابر حمدانية للناس اللي بتسأل. Разумно, разумно, разумно.